السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم. في الفيديو هذا باش نصلحوا اكزرسيس بي هاش. اوكي، باهي الاكزرسيس هذا طابق مات 2007، واضح؟ باهي يقول لنا نيكاتيف لونونسي تو لو سوليسيون سون بريز ا 25 ديغري، تمبيراتير على كيل لي برودوي اينيك دو لو، اي كا اي ايكال 10-14. قال لنا نيكاتيف اون نيكليج لي زيون بروفونون دي ليونيزاسيون بروبر دو لو، اي مونوباز اي كونسيديري كوم فيبلمون ايونيزي دون لو، si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est inférieur à 5 × 10⁻². Voilà. Maintenant, qui est allé à la base, donc on a le taux final, on a gagné inférieur à 5 × 10⁻². Donc, la base, c'est qu'on a l'air d'être faiblement ionisé dans l'eau. Voilà. Grâce à l'équipe, on dispose des trois solutions aqueuses S1, S2, S3, respectivement de monobase B1, B2, B3, de même concentration molaire C0 égale à 10⁻², mol·l·1. La mesure dans un ordre quelconque du pH de ces solutions a donné les valeurs donc 13, 10,8 ou 11,1. Donc, on a les valeurs de le pH, mais on ne sait pas que le pH est une solution. Voilà. Bien. Sachant que les trois bases sont placées par ordre croissant des basicités comme indiqué ci-dessous, donc on a atteint le classement de les bases par ordre croissant des basicités, معناها le B2. هو لا باز دو بي فابل، والبي ان اقوى من البي دو، والبي تروا اقوى من البي ان، معناها البي تروا هو الباز لا بلي فور، واضح؟ في الكيستيون 1A قلنا اون جيستيفيون لا ريبونس اتربيي اشاك سوليسيون لي بي هاش كورسبوندون، معناها هنيك يلزمنا نعرفوا بي هاش نتاع كل سوليسيون من ثلاثة هذوما، اوكي؟ انا البي هاش نتاعها 13، وانا البي هاش نتاعها 10.8، وانا البي هاش نتاعها 11.1، واضح؟ باش عندنا احنا نيكيتي، احنا نيكيتي عندنا 3 سوليسيون، دونك الاس 1 والاس 2 والاس 3. لي 3 سوليسيون هذوما عندهم نفس الكونسنتراسيون، اوكي؟ باهي، ثم حكايه مهمه نيكيتي نعرفوها بالنسبه للكومباريزون تاع لي باز، اللي الكونسنتراسيون ايجال la base la plus forte et la base qui a le pH le plus élevé. واضح؟ معناها كده اللي عندنا دي سوليسيون عندها نفس الكونسنتراسيون، اقوى باز هي الباز اللي عندها اكبر بي هاش، واضح؟ ب وحنا هنا كدهش عندنا دونك 3 سوليسيون عندهم نفس الكونسنتراسيون، وهنا كده كلاسمون تاع لي باز، واضح؟ البي 3 هو لا باز لي فور، دونك البي هاش نتاع الاس 3 باش تكون اكبر بي هاش اللي هي 13، واضح؟ البي ان دونك هو الباز لا بلي فور بعد البي 3، دونك البي هاش نتاع الاس ان باش تكون 11.1. اوكي، البي 2 هو اضعف باز، دونك البي هاش نتاع الاس 2 10.8. اوكي، دونك نكيتي باش نقول دونك البي هاش نتاع الاس 1 ايكال 11.1، هذا الوسطاني، البي هاش نتاع الاس 2 ايكال 10.8، عنده اقل بي هاش على خاطر هني كاتي عندي لاباز لابلي فيبل، والبي هاش نتاع الاس 3 ايكال 13، واضح؟ دونك هذه هي ريبونس نتاع كيستيون ا. اوكي، بي تعداو لي كيستيون بي. في كيستيون بي قال لنا مونتري كي لي باز بي 1 اي بي 2 سون فيبل الور كي لاباز بي 3 اي فور. اوكي، دونك يلزمنا نبينو اللي البي 3 باز فور، والبي 1 والبي 2 سون دي باز فيبل. باهي، اش عندنا هنا؟ كي ظل عندنا باز فورت، البي هاش نتاع السوليسيون تاع الباز هادي باش تكون ايكال بي كا او بلس اللوك دي سي. باهي، إذا كان نشوف البي هاش نتاع السوليسيون اس 3 لقيناها ايكال 13، هكا ولا؟ به، إذا كان طبق الفورميل هذه
est-ce que نلقاها ايجال زائد البي كا اي بلس لوج دي سي ولا دونك اسكو البي هاش نتاع الاس 3 فيريفي الحكايه هذه ولا دونك بي كا اي بلس لوج دي سي 0 ايجال 14 بلس لوج دي سي موان 1 على خاطر عندي نيكاتي دونك سي 0 هي دي سي موان 1 دونك ايجال 14 موان 1 ايجال 3 دونك البي هاش نتاع السوليسيون اس 3 تفيري في الحكايه هذه تفيري في الفورميل هذه واضح دونك الباز اللي عندي في الاس 3 راهي باز 4 واضح دونك نكيت باش نقول الور بي 3 يتم باز 4 فهمنا علاش ولا على خاطر كي ظل عندي باز 4 دونك البي هاش نتاعها باش تكون ايجال بي كا اي بلس لوج دي سي باهي كي نشوف الاس 3 نلقاها 3 كي نحسب بالفورميل هذه زاد نلقاها 3 دونك البي 3 باس 4 اوكي باهي نشوفوا تو مثلا البي 2 دونك البي هاش تاع الاس 2 نفس الحكايه باش نشوفوا اسكي تفيري في الحكايه هذه ولا البي هاش نتاع الاس 2 هي ديسبرغ لوي اوكي باهي اذا كان نحسب تو البي كا اي بلس اللوج دي سي 0 نحسب نفس الفورميل الفورميل نتاع لي باس 4 قداش نلقاها حسبناها هنا كي لقيناها 3 ديفيرون معناها البي هاش نتاع الاس 2 ما نجمش نلقاها في الفورميل هذه نتاع لي باس فورت دونك هنا كي باش نقول الور بي 2 يتم باس فيت واضح على خاطر لو كان جيت باس فورت راه نجم نلقى البي هاش نتاعها بالفورميل هذه واضح عندي عندي كونسنتراسيون دونك نجم نلقى البي هاش بالفورميل هذه اما نجيتهم ديفيرون اوكي دونك البي 2 ما تنجم تكون كان باس فيب كيف كيف بالنسبه للبي ا اوكي دونك نكيت اذا كنا نشوفوا البي هاش تاع الاس ا لقيناها ايجال 11.1 اذا كان نحسب البي كا اي بلس اللوج بي سي 0 اللي هي الفورميلا تاع لي باز فور تلقاها ايجال 3 ديفيرون الور B1 يتم باس فيت فهمنا دونك هذه هي الريبونس نتاع الكيستيون بي بي تعالوا الكيستيون سي الكيستيون سي قال لنا جيستيفي كي لي باز بي ا و بي 2 سون فيبلمون ايونيزي دون لو بي نيكيتي عطانا انديس مهمه في لينونسي قال لنا نيكيتي ان باز ايمونو باز اي كونسيديري كون فيبلمون ايونيزي دون لو si le taux d'avancement final de sa réaction avec l'eau est inférieur à 5 fois 2. معناها اي solution تاع باز نلقى الطو فينال نتاعها انفيريور ا 5 فوليس موان 2 دونك نقول على الباز هذه راهي فيبلومون ايونيزي دونك كيفاش باش نعمل لي في كيستيون سي باش نحسب الطو فينال نتاع السوليسيون اس 1 اللي فيها البي 1 والطو فينال نتاع الاس 2 اللي فيها البي 2 واضح بي دونك كيفاش نعملو سي بي دونك نيكيتي اذا كان نحسبو الطو فينال تاع السوليسيون اس 1 ايجال يغريك اف سي سي 0 هكا ولا يغريك اف هي ديس بويسونس البي هاش نتاع الاس 1 موال بي كا او سي سي 0 ايجال سي 0 عندي ديس موانسا البي هاش نتاع الاس 1 دونك هي 11 فيرجيل A موال بي كا E 14 اوكي دونك التو فينال نتاع الاس A ايجال نوتا عندي 10 موان 1 والفوق دونك 10 بيسونس موان 2.9 واضح دونك موان 2.9 ايجال 10 بيسونس 10 موان 1 دونك تطلع الفوق باش تولي 10 بيسونس 1 معناها باش يولي عندي نيكيتي 10 بيسونس موان 1.9 نجم نكتبها كيما هكا 10 بيسونس موان 2 فوا 10 بيسونس 0 1 الحكايه هذه دونك كي نحسبها باش نلقاها ايجال 1.25 فوا 10 موان 2 اوكي باهي دونك هذه هي التوب فينال تاع الاس 1 ايجال 1.25 فوا 10 موان 2 انفيريور من 5
بودي سماندر. دونك البي ا اللي هي الباز الموجوده في الاس ا اي فبلمون ايونيزي دون لو. اوكي كيما قال لي في لونسي ب تعدلته للبي 2 طبعا كنت باش نحسب الطوفينال نتاع الاس 2 ايغال ليغريك فينال على سي 0 ايغال ديس بيسانس دونك البي هاش نتاع الاس 2 موا بي كا او سير سي 0. اوكي دونك سي 0 كالعاده دي سيمانزا ديس بيسانس البي هاش نتاع السوليسيون اس 2 دونك هي 10.8 اوكي موان 14 بيه. دونك الطوفينال نتاع الاس 2 ايغال لوطا عندي 10 مانزا فوق عندي 10 بيسانس دونك موان 3.2 واضح بيه. كنطلع دونك ال 10 مانزا فوق تولي 10 بيسانس موان 2.2 اللي هي نفسها دونك 10 بيسانس موان 0.2 و 10 بيسانس موان 2. دونك الطوفينال نتاع الاس 2 ايغال نيكيتي عندي 10 موان 2 والحكاية هذي كي نحسبها نلقاها 0.63. اوكي كيف كيف هذي انفريير اسانك فو ديسمان دو دونك باش نقول اللي الباز الموجودة في الاس دو اللي هي البي دو افابلمان ايونيزي دون لو. واضح بيه. دونك هذه ريبونس نتاع كيستيون سي. في كيستيون دو قال لي إتابلير ليكسبرسيون دي بي هاش دين سوليسيون أكيز دي مونوباز بي فابل اي فابلمون ايونيزي ان فونكسيون دو بي كا بي و بي كا اي و الكونسنتراسيون سي نتاع نتاع السوليسيون. اوكي بيه الحكاية هذه باش نصبها كيما شفناها في الكور. اوكي دونك باش نصبها كيما هي يلزمني نعمل الديمارش كامل. واضح بما ان قالي ايتابلير دونك يلزمني نبدا من الاول. اوكي دونك نكيت نحب البي هاش تاع سوليسيون اكيس تاع باس فيب. واضح قالي نكيت دونك مونو باس بي فيب. اول حاجه نكيت يلزمني نبدا بها هي ليكواسيون دي ليونيزاسيون بروبر دو لو. اللي هي دونك دي هاش دو زو باش يعطوني ليا هاش تروا بيس ليس الاو هاش موا. واضح به الرياكسيون الثانية اللي باش تصير في المي دونك هي ليكواسيون دي لا رياكسيون دي ليونيزاسيون دي بي دون لو. دونك رياكسيون هذي اللي هي البي بيس ال هاش دو زو باش يعطيني دونك البي هاش بيس بيس ال او هاش موا. باهي اذا كان نعملو تو طابلو دافونسمون دونك بالنسبة للإيكواسيون عندي البي بس ال هاش دو زو باش يعطيني البي هاش بليس بس ال او هاش موا. دونك باش نشوف في ليتا انيسيال بي ايكال زيرو في ليتا فينال. واضح به في ليتا انيسيال دونك كونسنتراسيون تاع البي باش تكون سي نيكاتي باش تكون عندي اكس اي نيكاتي زيرو و نيكاتي زيرو هكا ولا به في ليتا فينال دونك سي موا ايكغيك اف xc yf dis puissance ph moins pke b l'étape اللي بعد لازم نعملها هي لازم نخرج concentration تاع ليزيون او هاش موا. واضح b donc concentration تاع ليزيون او هاش موا
مش يكون إيقال الكونسنتراسيون تاع الليزيون أو هاش موا اللي جاي من الباز مع الكونسنتراسيون تاع الليزيون أو هاش موا اللي جاي من الماء. أوكي بي في ليتا فينال دونك الكونسنتراسيون تاع الليزيون أو هاش موا هذوما الكل هو 10 بيسونس بي هاش موان بي كا أو إيقال الكونسنتراسيون تاع الـ أو هاش موا نجم نعوضو بالكونسنتراسيون تاع الـ بي هاش بيس اللي هو إيقال إيكغيك إف. راح نجم كده نعمل إيكغيك إف بليس كونسنتراسيون تاع الليزيون أو هاش موا اللي جاي من المي نجم نعوضو بالكونسنتراسيون تاع الليزيون هاش تروا بليس اللي هو إيقال 10 بيسونس موان بي هاش. أوكي تحكي هذه في ليتا فينال بي انكيتي تو باش تكون عندي ابروكسيماسيون دونك انكيتي باش نعمل ابروكسيماسيون اون نيغليج ليزيون او هاش موا بروفونون دي ليونيزاسيون بروبر دو لو. اوكي دونك شو اللي عندي كيما هكا 10 بيسانس بي هاش 1 بي كا او يقال ايغريك اف واضح باش نحسب عباره ما عنديش ليزيون او هاش موا جاي من المي. اوكي هذوما باش نعمل باش نيجليجي واضح به اذا كان تو كيدي نحسب الكونستانت دونك لي بازيسيتي اللي هي الكا بي الديماش هذا كله موجود في الكور. اوكي كيف هذوما كل شفتوهم في الكور وديما كيقول لي اي تابلير راني باش نصبها الحكايه كما شفتها في الكود واضح. اذا كان خرج نيجاتيف كا بي دونك ايغال كونسنتراسيون تاع البي هاش بليس و كونسنتراسيون تاع الاو هاش موا على كونسنتراسيون تاع البي هذوما الكل في الليكيليب. ايغال الكونسنتراسيون تاع البي دونك هو سي موا ايغريك اف كونسنتراسيون تاع البي هاش بليس إيكغيك إف كونسنتراسيون تاع الأو هاش موا 10 بيسونس بي هاش موا بي كا إف هكا ولا باهي. تو شنو باش نعمل تو باش نقسم من فوق ومن اللوطا على كونسنتراسيون سي دونك شو اللي عندي كيما هكا كا بي إيكال لوطا دونك شو اللي عندي أ خاطر باش يكون عندي دونك سي سير سي مون تو فينال دونك يجريك اف سير سي هي تو فينال به ومن فوق دونك شو اللي عندي تو فينال يجريك اف سير سي هي تو فينال و ديس بيسونس بي هاش مون بي كا او هذه دونك الاكسبريسيون تاع الكابي نيجاتيف باش تكون عندي ابروكسيماسيون اخرى دونك قال لي راهو عندي باس فابلمون ايونيزي دونك التو فينال باش تكون تريز انفيريور ان دونك الان موان تو فينال باش تكون برسك ايكال ان واضح دونك الكابي باش تولي كيما هكا الكابي باش تولي ايكال التو فينال و 10 بيسونس بي هاش موان بي كا او هذه كلها باش تولي عبارة ايكال ان فهمنا اللي هي ايكال دونك ايكغيك اف سير سي و 10 بيسونس بي هاش موان بي كا او بي ايكغيك اف نجم نعوضها حتى هي 10 بيسونس بي هاش موان بي كا او سير سي و 10 بيسونس بي هاش مون بي كا او دونك كا بي باش تولي كيما هكا ايكال 10 بيسونس دي بي هاش مون بي كا او سير سي بي معناها كا بي فوا سي ايكال 10 بيسونس دي بي هاش مون بي كا او
إذا كان هنيك نعمل اللوج ده نتليك اللوج عجمع كل بشوي اللي عندي كما هيك دي بي هاش مون بي كا اي ايجال لوج دي كا بي فواسي اللي هو نفسه دونك لوج دي كا بي بس لوج دي سي واضح به نحطو لطا ونكملو دونك دي بي هاش موان دي بي كا اي ايجال log de KB plus log de C. Donc DPH égale DPKE log de KB هذه نجم نعوضها بالموان PKB plus log de C. Donc PH égale 1 demi pour la كي هذه de PKE moi le PKB plus log de C. OK. Donc ici l'expression تاع le pH تاع solution à cause d'une base faible. واضح. Donc كيما قلت لكم الحكايه هذه نصبها كما شفناها في الكور. واضح. ب. Donc ici question 2 تعدلتوا لل question 3 قلنا هيك pour différentes valeurs de concentration molaire C variant entre 10-2 et 10-5 mol/L, de solution relative aux trois monobases précédents, le B1 ou le B2 ou le B3, on mesure séparément les pH correspondants. Puis on représente à chaque fois la courbe des pH en fonction mol log de C. On obtient alors le courbe C'C' ou C'D' de la figure 1. Donc, il y a la figure 1, on a les trois courbes. Voilà. B. Pour question A, il est en justifiant la réponse, attribuer chaque courbe à la base correspondante. Donc, nous avons besoin de savoir quelle courbe est la base. Voilà. B. Donc, nous allons faire le troisième mot. B. Nous avons besoin de pH de la solution. وقت يكون الكونسنتراسيون C إيجال C0 إيجال 10 مانزا هكا ولا B دونك من الكونسنتراسيون C هذه نجم نخرج المول لوغ دي C دونك إيجال مول لوغ دي C0 إيجال المول لوغ دونك دي 10 بيسانس مانزا هذه باش تطلع إيجال A واضح أوكي B اش نجم نخرج من كيت نجم نخرج من كل كورب الـ pH متاع السوليسيون وقت اللي تكون المول لوغ دي سي إيجال أ معناها وقت اللي تكون سي إيجال سي زيرو إيجال ديس موانز أ فهمنا ب سي إيجال سي زيرو إيجال ديس موانز أ معناها المول لوغ دي سي باش تكون إيجال أ هذه الأ واضح ب خلينا نشوف مثلا الـ pH متاع الكورب هذه في الأ الـ pH متاع الكورب هذه متاع الكورب سي اوكي هذه الـ pH نتاع الكورب C وقت اللي تكون دونك المول لوغ دي سي إيجال أ معناها سي إيجال سي زيرو إيجال ديس موانز أ نلقاه بريسك 10.8 واضح ب جيست أني كاتب باش نعمل دونك عندنا بور سي إيجال سي زيرو إيجال ديس موانز أ مول لتر موانز أ دونك المول لوغ دي سي باش تكون إيجال أ واضح ب أول حاجة نبداو بور سي بور لا كورب سي الـ pH وقت اللي تكون دون المول لوغ دي سي إيجال أ معناها وقت اللي تكون الكونسنتراسيون سي إيجال ديس موانز أ إيجال دونك نخرجها من هيك 10.8 أوكي هذه هي الـ pH إيجال 10.8 فهمنا معناها الـ pH متاع السوليسيون وقت تكون الكونسنتراسيون سي إيجال 10 مانزا باش تكون 10.8 باهي شنو هي احنا السوليسيون اللي عندنا الـ pH متاعها إيجال 10.8 وقت اللي تكون الكونسنتراسيون إيجال 10 مانزا
فهمنا؟ دونك نشوف شنو هي السوليسيون اللي البي اتش نتاعها تكون ايجال 10.8 وقت اللي تكون الكونسنتراسيون سي ايجال 10-1. السوليسيون هذه باش تكون هي السوليسيون اس 2. واضح؟ خرجنا الحكايه في الاول. دونك اللي البي اتش نتاع السوليسيون اس 2، دونك البي اتش نتاع السوليسيون اس 2 باش تكون ايجال 10.8. واضح؟ دونك الكورب سي باش تكون تاع الباس بي 2. واضح؟ بي نفس الحكايه بالنسبه للكورب الاخرين. دونك فور سي 3 مثلا كالعاده نشوف البي هاش وقت اللي يكون المولوك دي سي ايجال 1، معناها وقت تكون السي ايجال سي 0 قال لي اسمه انزا ايجال ب اسمها طولت هكيتي. دونك توحشنا بالكور. دونك سبري هذه سبري هذه الا البي هاش وقت اللي يكون المولد دي سي ايجال ا، معناها وقت اللي يكون الكونسنتراسيون سي ايجال دي اسمه انزا باش يكون ايجال 3. اوكي هذه البي هاش دونك هذه ايجال 3. واضح؟ دونك السي سبريم باش تكون هنا كده هي الكوربة نتاع الباس بي 3. اوكي على خاطر عندنا دونك السوليسيون اس 3 وقت اللي يكون الكونسنتراسيون نتاعها ايجال 10-1 بي هاش نتاعها باش تكون ايجال 3. واضح؟ دونك الحكاية هذي فيريفي بالكورب سبري. اوكي باهي نفس الحكاية بالنسبة لل سي دي بريم. دونك نشوف البي هاش وقت اللي تكون المولوك دي سي ايجال ا 1، معناها وقت اللي تكون السي ايجال سي 0 ايجال ديسمانسا ايجال هذه هي سي بريم هذه هي سي دي بريم. دونك في ال ا باش تكون برسك هذه البي هاش اللي هي 11.1. اوكي دونك نكيتي 11.1. الحكاية هذي باش تكون تاع الباز بي ان. اوكي على خاطر الباز بي ان دونك البي هاش نتاعها سوليسيون اس ان على الاول اللي فيها الباز بي ان. دونك خرجنا اللي البي هاش نتاعها باش تكون ايكال 11.1 وقت اللي يكون الكونسنتراسيون سي 0 ايكال 10-1. فهمنا؟ باهي دونك هذه هي الريبونس نتاع الكيستيون ا. اوكي باهي بعد هذه الكيستيون بي. في الكيستيون بي قلنا اون اكسبلواتون الكورب دي لا فيغير ا ديتيرميني في البي ان قلنا لي فالور دي كونستان بي كا بي ان بي كا بي دو ريسبكتيفمون دو كوبل بي ان هاش بليس بي ان وبي دو هاش بليس بي دو. دونك انا كنت نحب البي كا بي ان والبي كا بي دو نتاع البي ان والبي دو. واضح؟ اللي هما دي باس فيب بي. دونك اول حاجه نعملو بي بي ان بي. احنا ايش عندنا؟ احنا عندنا الاكسبرسيون تاع البي هاش خرجناها على الاول. دونك قال انتمي دي بي كا اي موا البي كا بي بلس اللوك دي سي. ايه هذه دونك خرجناها. واضح؟ وهذه تخص لي دي باز بي ان بي دو على خاطرهم دي باز فيب. باهي خلينا نخرجو البي كا بي. دونك نعملو هيك على الاول دي بي هاش ايكال دي بي كا اي موا بي كا بي بلس اللوك دي سي. دونك البي كا بي ايكال دي بي كا اي موان دو بي هاش. دونك باش نحاول دي بي هاش هذي مشي للاخرى بلس اللوك دي سي. واضح؟ باهي اول حاجة دونك باش نشوفو بالنسبة للباس بي ان هاش بيس بي ان. واضح؟ باهي اذا كان ناخذ البوان هذي دونك البوان هذي باهي احنا قلنا دونك سي دي بريم دونك هي نتاع البي ان. دونك هذي تاع البي ان وهذي تاع البي تروا هذي تاع البي دو هكا ولا؟ باهي هنا كاتب باش نخرجو البي كا بي ان. واضح؟ بي كا بي ان
واحدة. يعني كيف عندنا ال PKB يقال دي PKA من دي PH بلس اللوغ دي سي. معناها إذا كان نعرف ال PH ونعرف اللوغ دي سي نجم نخرج ال PKB A. واضح؟ ب. إذا كان نأخذ البوان هذية نجم نسميها M مثلا. M دونك باش تكون دو كوردوني اللوغ دي سي ولا اللوغ دي سي باش يكون يقال زيرو من كده هكا ولا؟ اللوغ دي سي يقال زيرو. وبالنسبة للبي هاش باش يكون يقال دونك هذي 11.2 11.4 11.6 دونك والبي هاش يقال 11.6. طبعا نعوض هذا من الزوز هني كده واضح في الاكسبرسيون تاع البي كا بي. دونك بي كا بي A يقال دي بي كا E من دي بي هاش بس اللوغ دي سي إيقال دي فوا 14 من دي فوا 11.6 في زيرو معناها إيقال 28 موا فانتر وبرقيل دي. واضح؟ دون في كا بي آن بسطلع إيقال 4.8. اوكي دونك هذه الفالير نتاع البي كا بي ا. اوكي دونك يكفي اللي نعرف اللوغ دي سي ونعرف البي هاش نجم نخرج البي كا بي. كيف كيف بالنسبه للبي دي هاش بليس بي دو دونك باش نخرجوا البي كا بي دو ب نكتي ناخذ بوا اخرى دونك من الكورب نتاع البي دو. هذه هي الكورب نتاع البي دو باش ناخذ البوان هذه سماها ان مثلا. واضح ب الان هذه باش تكون بالنسبه للبي هاش دونك بريسك 11.3 دونك بي هاش ايغال 11.3 كالعاده اللوغ دي سي ايغال صفر. واضح دونك بي كا بي دو ايغال دي بي هاش دي بي كا اي. من دي بي هاش بس اللوغ دي سي يقال دي فوا 14 من دي فوا 11.3 دي زيرو ب. هذه كالعادة باش تعطيني 28 موا 22.6 يقال 5.4. اوكي هذه هي دونك الفالير نتاع البي كا بي دو. واضح به اخر كيستيون دونك هي كيستيون بي دو. دونك في البي دو قلنا لي فالور دو كونسنتراسيون مولير سي ان بريم و سي دي بريم ريسبكتيفمون دو سوليسيون اس ان بريم و اس دي بريم كوريسبوندون او باز بي ان و بي دو ايون لي ميم بي هاش دي فالور 10.6. واضح دونك كي تحب نخرج الكونسنتراسيون سي ان بريم و سي دي بريم تاع الاس ان بريم و اس دي بريم وقت اللي يكون عندهم نفس البي هاش اللي هي 10.6. واضح وما ننسوش ان نيكيتي قال لنا ونيكسبلواتون لي كور معناها لازم نخرجهم من نيكيتي من لي كور. واضح بان نيكيتي باش نعملوا نيكيتي باش نرسم الدروات بي هاش ايغال 10.6 هذه هي 10.2 4 هذه هي 6 دونك هذه هي البي هاش ايغال 10.6. واضح ب كي نعمل بروجيكسيون تاع الكورب نتاع البي دو هذه باش تعطيني لو موال لوغ دي سي دي بريم البوان هذه هي لو موال لوغ تاع موال لوغ دي سي دي بريم اللي هي باش تطلع ايكال دونك 1.2 1.4 دونك هذه 1.4. واضح وكي نعمل بروجيكسيون دونك تاع الكورب نتاع البي ان اللي هي البوان هذه كي نعمل بروجيكسيون تاع البوان هذه دونك هذي باش تطلع الموال لوغ تاع سي ان بريم اللي هي ايكال موان دو. واضح به يعني كي نجم نعمل كيما هكا دونك بور بي هاش ايكال
10.6 اول حاجه ده مش يكون عندي المول لوج دي سي دي بريم ايكال ام برجي 4 معناها دونك اللوج دي سي دي بريم ايكال مونزا برجي 4 دونك سي دي بريم ايكال 10 بوسانس مونزا برجي 4 ايكال الحكايه اللي كي نحسبها تنقاها 4 فوا 10 مون 2 مول لتر مانزا واضح دونك كيما تفهمنا هنا كي تيمي لوكور دونك مي فيغي نرسم من الدروات في هاش قال 10.6 بروجيكسيون تاع البوا هذه الانترسيكسيون تاع الدروات والكورب سي تاع البي دي دونك هذه باش تعطيني لي مول لوك دي سي دي بريم والبروجيكسيون تاع البوا هذه تاع الكورب تاع البي ان باش تعطيني لي مول لوك تاع سي ام بريم دونك هنا كيف كيف عندي مول لوك دي سي ام بريم égal moins 2 donc log dc1' égal 2 égal à qu'est-ce que 2 plus moins 2 donc il y a 2 voilà qu'est-ce que je vois moins 2 on a c1' égal à 10 moins 2 mon litre moins 1 ok donc quand il y a une charge de concentration c1' c2' بهي دونك هذه كوريكسيون تاع ليكزرسيس ان شاء الله يكون كل شيء واضح كامل ان شاء الله في فيديو اخر.